الوهن العضلي الوخيم هو مصطلح لاتيني، او هو نفس الاسم بالانجليزي ولكن هو جاي من اللاتيني، بسموه ميستينيا جرافيس. هو عباره عن مرض مناعي ذاتي يتم فيه انتاج الضاد تهاجم الوصل العصبي العضلي للعضلات المخططه في الجسم. بشكل اساسي بتواجه بتكون هاي الاضداد موجهه ضد الصفيحه الانتهائيه المحركي اللي بيكون موجود بالمشبك العصبي، وتحديدا مستقبلات الاستيل كولين النيكوتيني المتوضعه على الغشاء القاعدي ما بعد المشبك، يسبب بشكل اساسي ضعفا عضليا متقلبا بالشده حتى بيكون متموج. يشمل حسب نمطه كل من عضلات العين الخارجيه والاطراف والعضلات المعصبه من البصري السسائي مثل عضلات البلعوم والحنجره واللسان. وعلى الرغم من الزياده ثابت في معدل انتشار المرض خلال 50 سنة الماضية، فإن ذلك يعود بشكل أساسي لتقدم وسائل التشخيص وأساليب العلاج التي حسنت من يعني نوعية الحياة عند المرضى المصابين. بينما يبقى الوهن العضلي الوخيم يعني هو كمرض مرض غير شائع، بمعدل انتشار يقارب تقريبا 20 إصابة لكل 100 ألف شخص من السكان. يميل المرض غالباً لإصابة النساء أكثر من الرجال، خاصة بعمر 20-40 سنة، بينما يميل للحدوث بنسبة أكبر عند الذكور فوق عمر 60 سنة. هاي مخطط ترسيمي للوصل العصبي العضلي. لاحظ من فوق نهاية محور العصبون المحرك السفلي وبتكون على شكل حويصل، بيحتوي على جزيئات الأستيل كولين بتكون موجودة على شكل حويصلات. وفي عنا هاي الصفيحة الانتهائية، هاي بكون الجزء عالي التخصص والتمايز من الغشاء العضلي، وهوني على سطحها بتتوضع اللي باللون الأخضر شايفينها، هاي مستقبلات الأستيل كلي. وعلى سطح الحويصل العصبي قبل المشبك بكون في قنوات بسموها قنوات مبوبة بالفولتاج اللي بيتحرر عن طريق الأستيل كلين، فالأضداد بيكون موجهة ضد مستقبلات الأستيل كولين اللي مثل ما نكون شايفينها هون باللون الأخضر. تجي أضداد بتهاجم هاي المستقبلات وبتشغلها وبتخربها، وبالتالي بتؤدي لتباطؤ سرعة النقل العصبي العضلي. مصطلح الميستينا جرافيز يعود لأصول لاتينية يونانية، ويعني الجريف معناها السيريس أو الخطير، والميستينا معناها المصل ويكنس، فمن هون إجا المصطلح أنه الوهن العضلي الوخيم أو الخطير. تم التعرف عليه كمرض مستقل لأول مرة من قبل الطبيب توماس ويليز في القرن 17، واللي أيضا هو وصف شقيقة، وصف عالميا من قبل عالمين ودعي باسمهما إيرب جولد فلام سيندروم. تم لاحقا إثبات صحة نظرية المناعة الذاتية اللي وضعها جون سيمسون. على الآلي الفيزيولوجي المرضي للوهن العضلي الوخيم، يعتمد النقل العصبي العضلي على تركيب وتحرر الأستيل كولين الطبيعي من النهايات العصبية إلى المشبك العصبي العضلي، ثم ارتباطه بالمستقبلات السليمة على الغشاء العضلي. الأضداد الذاتية المتشكلة في الوهن العضلي الوخيم تهاجم مستقبلات الأستيل كولين النيكوتيني خصوصا وتخربها، مما يضعف النقل العصبي العضلي. يعتبر الوهن العضلي الوخيم مرضا مناعيا متوسطا بالخلايا تائي، وتم اثبات دور غده التيموس في اليته الامراضيه. فغده التيموس حتى تلعب دورا مهما في تدريب الخلايا التائيه على تحمل الذات. اثبتت الدراسات ان معظم المرضى يملكون افي تيموسي، هاي كتير نقطة مهمة لأن إلى يعني أهمية بالعلاج، إنه حوالي 15% من المصابين لديهم ورم غدة بالتيموس تيموما، وأيضا حوالي 65% من المرضى لديهم فرط تنسج في الغدة التيموسي. فضلا عن استجابة هؤلاء المرضى لاستئصال الغدة التيموسي وتحسن إنذار المرض بعد الجراحة بشكل كبير، لذلك هاي الأضداد إلى دور كبير، وكما سنرى بالمعالجة، وخصوصا أنه أحد المعالجات هي استئصال غدة التيموس.
عادة تحتوي الغدة الساتري أو هي نفسها غدة تيموس على خلايا شبه عضلية بسموها الميوئيد سيل، هي بتشبه الخلايا العضلية المخططة، تملك على سطحها مستقبلات ستيل كولين، ويعتقد أنها المصدر الأساسي للتفعيل المناعي الذي يحصل في الوهن العضلي الوخي. طبعا هون لاحظوا المشبك الطبيعي ومستقبلات الأستيل كولين اللي موجودة على المشبك العصبي باللون الأخضر، تجي الأستيل كولين جزيئات الأستيل كولين اللي باللون الأحمر وتتحد فيها بالصورة اللي على اليسار. أما الصورة اللي على اليمين لاحظوا أنه مستقبلات الأستيل كولين مرتبطة فيها أضداد موجهة ضد هالمستقبلات هاي، وهي المستقبلات أيضا أول شيء بترتبط بمستقبلات الأستيل كولين وتمنع ارتباطه فيها، وبنفس الوقت هي بتخرب هالمستقبلات فبتؤدي إلى تباطؤ سرعة النقل العصبي العضلي. من بعض هناك أيضا بعض النظريات، ولكن الآلية المناعية الذاتية هي الآلية المقترحة الأشعة، ولكن هناك نظريات أخرى لإحداث الوهن العضلي الوخيم. النظرية الفيروسية افترض دور أحد الفيروسات التي قد تصيب خلايا غدة تيموس وتغير من خصائصها، مما يفعل الآليات المناعية ويحفزها على تكوين الأجسام المضادة التي تهاجم مستقبلات الأستيل كلي. النظرية الوراثية يوجد عند نسبة من المرضى نمط نسيجي معين مورثات متهمة بإحداث الوهن العضلي الوخيم، إضافة لامتلاك بعض المصابين الذين تصل نسبتهم إلى 50% لأقارب مصابين بنفس المرض، ولكن بتكون طريقة الانتقال غير معروفة أو لا تتبع يعني طريقة مندي. تصنيف الوهن العضلي الوخيم، يصنف المرض إلى عدة أنماط وذلك تبعا لشدة الإصابة وتوزعها في عضلات الجسم. تتنوع شدة الإصابة بين خفيفة تقتصر فقط على إصابة عضلات العين الخارجية وهذا بسموه النمط العيني، إلى أنماط أكثر شدة بامتدادها للعضلات البصرية، العضلات العصبية من البصر السسائي، عضلات البلعوم والحنجرة والأطراف اللي هون بيكون صار عندنا النمط المعمى. غالبا ما يبدأ المرض بالنمط العيني ليتطور فيما بعد ليصبح معمما، إذ يتميز بانتشاره في أغلب الحالات من أعلى الجسم لأسفله. هلأ هاي الأنماط فيكم تطلعوا عليها، ولكن بشكل أساسي عندنا النمط الأول هو النمط العيني، بعدين النمط الثاني عندنا النمط المعمم البسيط أو النمط المعمم الخفيف، وهذا له نوعين النوع A والنوع B. النوع A بكونوا بشكل أساسي بيصيب عضلات الأطراف والعضلات المحورية، النوع 2B بيصيب بشكل أساسي عضلات البلعوم والحنجرة والعضلات التنفسية، وأيضا الكلاس 2 هون بيكونوا متوسط معمم، معمم متوسط، وأيضا له نمطين 2A و2 3A و3B. 3A بيصيب بشكل أساسي كمان عضلات الأطراف والعضلات الهيكلية أو المحورية، والنمط 3B بشكل مسيطر بيصيب عضلات البلعوم والحنجرة والعضلات التنفسية. أيضا النمط الرابع كذلك الأمر، ولكن هذا النمط الرابع هو شديد معمم، أيضا بينقسم إلى 2A إلى 4A و4B، والنمط الخامس هو بيكون بيؤدي إلى حدوث شلل بالعضلات التنفسية وبالتالي بيستدعي التنبيه. هذول للإطلاع. أنواع الأضداد الذاتية اللي موجودة عند مرضى الوهن العضلي الوخيم، لا تكون الأضداد موجهة دوما نحو مستقبلات الأستيل كولين، إذ تم اكتشاف نمطين آخرين من الأضداد يؤثران على النقل العصبي العضلي بآلية مشابهة نوعا ما لتلك التي تعرفنا عليها. إذ يكون لدى مرضى الوهن العضلي الوخيم ثلاثة أنماط من الأضداد الذاتية تسبب المرض بصفات وخصائص مختلفة عن بعض، وهي النوع الأول هو أضداد مستقبلات الأستيل كولين، والنوع الثاني اللي راح ندرسهم هني الأنتي موسك، والنوع الثالث هو الأنتي LRB4. أول أضداد مستقبلات الأستيل كولين بتكون إيجابية في 85%
من مرضى النمط المعمم، وبنسبة 40 ل 55% عند مرضى النمط العيني. ترتبط بالمستقبلات وبتشغلها، يعني بترتبط بمستقبلات الأستيلكولين وبتشغل هذه المستقبلات منعة جزيئات الأستيلكولين من الارتباط بمستقبلاتها، كما أيضا تقوم بتعديل أو تخريب المستقبل. النمط الثاني من الأضداد هو الأنتي موسك، بسموها المصل سبيسيفيك تيروزين كيناز. هاي بتكون إيجابية في 80% من مرضى الوهن العضلي الوخيم، وهي خصوصا بتكون إيجابية عند تقريبا نصف المرضى النمط المعمم اللي بتكون فيه أضداد الأستيلكولين سلبي. غالبا بكون نمط إصابي وجهي وبصلي، يعني بصيب عضلات العين الخارجي والعضلات المعصبي من البصلي، بينما تكون إصابة الأطراف والعين أقل شيوعا. يلعب الموسك دورا في تجمع مستقبلات الأستيلكولين بشكل عناقيد. مستقبلات الأستيلكولين تتجمع بشكل عناقيد لتقوية إشارة الناقل العصبي وتضخيمه بشكل أكبر. هلا النوع الثالث من الأضداد هو الأنتي LRB4، بسموها Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 4. هي إيجابية عند 1-3% من مرضى الوهن العضلي الوخيم، وخصوصا بتكون إيجابية عند 13% من مرضى النمط المعمم واللي بيكون عندهم أضداد مستقبلات الأستيلكولين والأنتي موسك سلبي. هاي بتميل لأحداث أعراض خفيفة إلى متوسطة عند الشبان فقط. في عندنا نوع من الوهن العضلي الوخيم وهو اللي بيكون سيرو نيجاتيف، يعني بيكون سلبي الأضداد. الأضداد بتكون كلها سلبية. ثلاث أنواع سابقة، ما يقارب 6% من مرضى النمط المعمم للوهن العضلي الوخيم لا يملكون أضداد من الأنواع الثلاثة السابقة، بينما ترتفع النسبة إلى 50% من مرضى النمط العيني. عادة النمط العيني أو الأوكيولار معظم المرضى ما بيملكوا مستقبلات أو أضداد ذاتية من الأنماط الثلاثة اللي ذكرنا. الشيء المهم بهالأضداد أنه بتكون استجابة مرضى النمط المعمم مع سلبية أضداد المصل للعلاج أفضل من استجابة إيجابية أضداد المصل. يعني إذا كانت الأضداد سلبية والنمط كان معمم بتكون استجابة للعلاج أفضل من النمط المعمم اللي بيكون إيجابي أضداد المصل. يجب إعادة الفحوص المصلية بعد 6-12 شهر لتأكيد سلبية الأضداد بشكل كامل. هلأ رح نجي نحكي عن الأعراض السريرية للوهن العضلي الوخيم. يتميز الوهن العضلي الوخيم بضعف في العضلات، يزداد تدريجيا مع الجهد ويتحسن بعد الراحة. هذا التقلب أو التموج في الأعراض هو سمة مهمة يمكن أن تميز الوهن العضلي الوخيم عن الاضطرابات الأخرى التي قد تترافق أيضا مع ضعف عضلي مثل الأمراض النفسية والعضوية. من أهم صفات الضعف العضلي الحاصل في الوهن العضلي الوخيم أنه بيحدث بعد الجهد وبيخف بالراحة وبكونوا متغير شدي خلال النهار، يعني بتلاقيه آخر النهار بيزداد الضعف العضلي، بينما بفيق المريض صباحا بيكونوا ما عنده أي مشكلة وبيزداد ضعف العضلات مع الجهد وتكرار تنبيه العضلة. أولا من الأعراض التعب والإرهاق، يعد التعب والإرهاق المتموج الميزي والعرض الأساسي للوهن العضلي الوخيم. يعاني المرضى عادة من ضعف في مجموعة محددة من العضلات المصابة مثل عضلات العين الخارجية، وقد يتقلب الضعف على مدار اليوم حيث يميل لأن يصبح أسوأ في نهاية اليوم وبعد الاستعمال المتكرر للعضلات في عمل شاق أو حتى في عمليات المضغ والبلع، إذ تكون أصعب في نهاية الوجبة أكثر من بدايتها. أحياناً الوهن العضلي الوخيم بيصيب عضلات المضغة، فبتلاقي المريض أول ما بيأكل بيحسن يمضغ ويبلع، ولكن مع تقدمه بالأكل واستعماله المتكرر لهالعضلات هاي بتلاقي بنص الوجبة أو بنهايتها ما بعود يحسن يمضغ أو ويبلع. في أغلب الأحيان تختفي الأعراض عند الاستيقاظ من النوم في مرحلة مبكرة من المرض، ومع تقدم المرض تضيع الفترات الخالية من الأعراض اللي عم نحكي عنها وتصبح الأعراض موجودة بشكل مستمر، ولكنها أيضا تتقلب بين خفيفة وشديدة. لكن يجب الانتباه إلى التعب المترافق مع ألم معمم بالجسم
لا يشير للوهن العضلي الوخي، يعني التعب اللي بيكون مترافق مع آلام معممة في كل أنحاء الجسم هذا ما بيكون وهن عضلي وخي. الوهن العضلي الوخيم بميل لإصابة مجموعات عضلية محددة من اللي ذكرناها مثل عضلات العين الخارجية وعضلات الوجه والمضغ والبلع وعضلات البلعوم والحنجرة وأيضا عضلات الأطراف. الإصابة العينية وهي شيء كثير مهم بالوهن العضلي الوخيم، حوالي 50% من المرضى يعانون من أعراض عينية كالإطراق اللي هو انسدال الجفن والشفع، وكثيرا ما يطور بعضهم فيما بعد تعبا عضليا معمما بالجسم. أول شيء الإطراق اللي هو الليبتوسيز يعتبر من أهم الأعراض العينية ويحدث على الإجهاد، تكون إصابة ثنائية الجانب لكن غير متناظرة. قد يسأل سائل شلون بتكون ثنائية الجانب وبنفس الوقت غير متناظرة؟ أنه القصد أنه هي بيصيب عضلات العين بكلا الطرفين، لكن أنه ممكن تحصل إصابة بالعين اليمنى يعني بيحصل فيها إطراق، وبعد ساعة أو ساعتين ممكن يحصل إطراق بالعين الثاني، فلذلك بيكون هون القصد فيها أنه الإصابة غير متناظرة، أنه الأعراض ما بتحدث بكل العينتين بنفس الوقت، هو ثنائي الجانب، ولكن ممكن الإطراق يحدث بعين وبعدها بفترة بيحدث إطراق بالعين الثاني. يمكن أن يؤدي ضعف عضلات الجفن إلى تدلي الجفون وعدم القدرة على فتح العين جيدا، ويمكن أن تكون درجته متغيرة تماما على مدار اليوم. في أغلب الأحيان بيحدث الإطراق بنهاية النهار بعد ما يكون تعب المريض، فبيحدث الإطراق بشكل وصفي في ساعات المساء. في الوهن العضلي الوخيم انتبهوا، تصاب العضلات الرافعة والخافضة للجفن معا، وهذا ما يميزه عن إصابة الأعصاب القحفي الثالث والسابع. في الوهن العضلي الوخيم تنصاب العضلات الرافعة والخافضة للجفن، أما في إصابة العصب الثالث يستطيع المريض إغلاق عينيه بشكل طبيعي. المريض اللي بيكون عنده إصابة بالعصب الثالث أيضا بيحصل عنده انسداد بالجفن، ولكن إذا طلبت منه إغلاق عينه بيغلق عينه لأنه العضلة الخافضة للجفن بتكون غير مصاب. بينما في إصابة العصب السابع فإن المريض لا يستطيع إغلاق عينه بقوة لكن دون وجود إطراق. مرضى اللي بيكون عندهم الشلل بالعصب السابع ما بيحسنوا يحركوا عينهم، خصوصا الشلل المحيطي، طبعا الشلل المركزي عادة ما بصيب العين لأنه بصيب نصف الوجه، الشلل المحيطي مثل الشلل بيل المرضى ما بيحسن يسكر عيونه، لكن ما عنده انسدال بالجفن هو بالأصل، لأنه انسدال الجفن مسؤول عنه العضلات العين الخارجية، فبشلل العصب الثالث بيكون العضلة الرافعة للجفن هي المسؤولة عن الإطراق، أما المريض اللي بيكون مصاب بشلل العصب الوجهي بيكون العضلة الرافعة للجفن بتكون طبيعي. التشخيص التفريقي للوهن العضلي الوخيم خصوصا الإصابة العينية، متلازمة هورنر، هون متلازمة هورنر مثل ما بتعرفوا بنشاهد فيها إصابة الحدقة، بيحصل فيها هبوط بالجفن، انسدال بالجفن وتوسع بالحدقة، لكن انتبهوا شلون بنميز متلازمة هورنر عن الوهن العضلي الوخيم؟ بالوهن العضلي الوخيم ما تصاب الحدقة أبدا، يعني الحدقة بتكون سوية، تفاعل الضياء بيكون سوي، أما المرضى المصابين بمتلازمة هورنر بسبب إصابة الألياف الودي اللي بيكون هي معصبة للحدقة فبيحصل عندهم توسع بالحدقة بالإضافة لانسدال جفن أو إطراق وغياب التعرق بنصف الوجه. أمراض العضلات غالبا ما بتكون ثنائية الجانب، ولكن أمراض العضلات ما بيحدث فيها تبدل بين الراحة والتعب، مثل ما ذكرنا عند المرضى المصابين بالوهن العضلي الوخيم بتتقلب الأعراض وبتتموج، يعني بتلاقي فترات الراحة بكون المريض فيها طبيعي وبيزداد عنده الوهن بعد الجهد، أما المرضى اللي بيكون عندهم أدواء بالعضلات ما بيحصل عندهم هالتقلب هذا. وذكرنا كذلك إصابة العصب القحفي الثالث العصب المحرك العيني أنه بيؤدي إلى انسدال بالجفن، ولكن ميزته أنه المريض بيحسن يغلق عينه. الاختبارات السريرية للإطراق، في عندنا اختبار اسمه اختبار سيمسون، بهذا الاختبار نطلب من المريض النظر باتجاه الأعلى لمدة دقيقتين فيظهر إطراق بعد فترة وجيزة من الزمن وينتج ذلك عن إجهاد العضلي الرافعة للجفن، هذا اختبار سيمسون.
بنطلب من المريض انه يرفع النظر للاعلى وهو ثابت الراس، يعني النظر للاعلى لمده دقيقتين، فبعد تعب العضله لرفع الجفن بيظهر عنده الاضطراب. ومثل هاي الصوره اللي على اليسار، مطلوب من المريض انه ينظر باتجاه الاعلى، فبعد فتره بسبب جهد وتعب العضلي الرافع للجفن ظهر عندنا بالصوره اليمين مثل ما كنا شايفين اطراق او انسدال بالجفن، وخصوصا ظاهر بالعين اليسرى. في عندنا اختبار ثاني، هو اختبار كماده الجليد. الآلي شلون بتحصل؟ انه تعمل درجه الحراره المنخفضه على تثبيط نشاط انزيم الاستيل كولين السيراز. مثل ما بتعرفوا انزيم الاستيل كولين السيراز هو المسؤول عن استقلاب الاستيل كولين، فدرجه الحراره المنخفضه تعمل على تثبيط نشاط هذا الانزيم. فنضع قطعه ثلج ملفوفه بشاشه على جفن المريض لمده دقيقتين الى خمس دقائق، فبعد وضع هالكماده الجليديه لاحظ تحسن كبير للاطراق، مشيرا الى احتمال اصابه المريض بالوهن العضلي الوخيم. هذا الاختبار اختبار كمادة الجليد، لاحظوا المريض عنده اطراق بالعين اليسرى، وضعت كمادة الجليد لمدة 2 ل 5 دقائق، لاحظوا بالصورة الوسطى، بالصورة اللي على اليمين لاحظوا انه الاطراق تحسن عنده. يستخدم هذا الاختبار لنفي تشخيص الوهن العضلي الوخيم اكثر من اثباته. يعني اذا كان الاختبار ايجابي فبيوحي انه المريض عنده وهن عضلي وخيم، اما اذا كان سلبي فبينفي الوهن العضلي الوخيم، لذلك هو اختبار للنفي. في عندنا اختبار ثالث هو تعزيز الاطراق او بسموها علامه الستاره، او ايضا يسمى اختبار غورليك. يسبب رفع الجفن المطرق يدويا الى هبوط الجفن المقابل. رفع الجفن اللي مصاب بالاطراق يدويا، اذا مسكنا باصبعنا ورفعنا الجفن بيؤدي الى هبوط الجفن المقابل. وشو تفسيره؟ يقلل رفع الجفن اليدوي من الجهد اللازم لابقاء الجفن مفتوحا، ومن جهه اخرى يؤدي الى استرخاء العضلي الرافعه للجفن بالجهه المقابله، وبالتالي بيظهر اطراق بالجهه المقابله. هو هذا الاختبار يعتبر اقل حساسيه من قطعه الثلج. مثل ما كنتم لاحظين هون بالصورة اللي على اليسار، بالصورة A المريض عنده انسدال جفن بالعين اليسرى، فلما رفعنا الجفن يدويا بالعين اليسرى حصل اطراق بالعين اليمنى. وهي ما هذا الاختبار هو اللي بسمى اختبار تعزيز الاطراق او علامة الستار. من الاعراض العينية ايضا هي الشفع ديبلوبيا، غالبا بيكون ثنائي الجانب وغير متناظر، يحدث عند الإجهاد. نطلب من المريض النظر إلى أحد الجانبين لعدة دقائق فبيحصل عنده الشفع. من المهم جدا تمييز الشفع الناتج عن الوهن العضلي الوخيم عن الشفع العيني. الشفع العيني ما بزول بإغلاق العين، أما الشفع الناجم عن الوهن العضلي الوخيم يختفي بإغماض إحدى العينين. التشخيص التفريقي للجفن للشفع أو الدبلوبيا، إصابة أحد الأعصاب القحفية التالي سواء العصب الثالث أو الرابع أو السادس، شلل عيني ما بين النواة ثنائي الجانب اللي ذكرناه وشرحنا عنه وقلنا أنه مميز عند مرضى التصلب اللويحي، أيضا قصور الدرق وأسباب عضلي. ثالثاً إصابة العضلات البصلية، ما يقارب 15% من مرضى الوهن العضلي الوخيم يعانون من أعراض بصلية، وتشمل هذه الأعراض الرتي ديسرتاريا وعسر البلع ديسفاجيا وضعف القدرة على المضغ. الرتي وعسر البلع تنتج عن ضعف عضلات الفم والبلعوم، حيث تصاب المرحلة الأولى من مراحل البلع بتكون عضلات البلعوم بيحصل فيها ضعف. طبعا يستبعد الألم خلف القص الوهن العضلي الوخيم لأنه ما بيحصل فيه ألم مثل
المرضى المصابين مثلا برتج زنجر او عسر دلع يعني مترافقه مع الم، فقط بيحصل عندهم ضعف بالعضلات المضغ والبلع، ففي حال وجود الم خلف القص فهذا بيستبعد وهن العضله الوخي. ايضا ضعف القدره على المضغ، غالبا ما تتاثر العضلات المسؤوله عن اطباق الفم اكثر من تلك المسؤوله عن فتحه، يعني العضلات الماضغه فتسبب ضعفا في المضغ لفترات طويله. بيتحسن المريض على الاكل البارد مثل قطعه الجليد لانه بيثبط انزيم الكولين السيرانس. اصابه الاطراف والوجه والرقبه، على عكس الاصابات العينيه تكون الاصابه في الاطراف بتكون متناظره. اقل من 5% من المرضى يعانون من ضعف بعضلات الاطراف القريبه لوحده، تشاهد الاصابه في القسم الداني للطرف، يعني عضلات اللي بتكون قريبه على الزنار الكتفه، على شكل صعوبي في رفع الذراعين فوق مستوى الكتف، وايضا والوقوف من وضعيه الجلوس على كرسي منخفض. يعني هون هي بتكون مميزه لاصابه عضلات الزنار الكتفه وصعوبه القيام عن من وضعيه القرفصاء او وضعيه الجلوس عن الكرسي، هي بتكون مميزه لاصابه العضلات الداني يعني العضلات القريبه من الزنار الحوضي. بينما تمثل اصابه القسم القاسي للطرف بضعف قبضه اليد والكاحل والقدم، لكن هذا بيحصل في المراحل المتقدمه من المرض. تغير اصابه عضلات الوجه من قدره المريض على التعبير عن مشاعره، فيبدو وجهه صامتا بلا تعابير، واحيانا بيكون غير قادر على ان يبتسم او ان يضحك نهائيا، او قد تظهر ضحكته بشكل تكشيره مميزه بسموها سنارلينج، مثل هاي البنت اللي شايفينها بهالصوره، هاي الضحكة تبعيتها عم تظهر بشكل تكشيرة مو ابتسام. كمان الواحد أيضا إصابة العضلات العاطفية للعنق أكثر من الباسطة، بتكون إصابة العضلات العاطفية للعنق أكثر من إصابة العضلات الباسطة، وفي حال إصابتها نشاهد متلازمة سقوط الرأس، مثل هذا المريض عنده انحناء نحو الأمام، هاي بسموها متلازمة سقوط الرأس بسبب الضعف العضلي اللي بيحصل بالعضلات العاطفية للعنق أكثر من العضلات الباسطة. طبعا يدخل في التشخيص التفريقي لإصابة عضلات العنق كل من أمراض العضلية يعني الحوثول العضلي، وأيضا التصلب الجانبي الضموري أميتروفيك لاترال سكليروسيس. هلأ التشخيص التفريقي للوهن العضلي الوخيم بشكل عام، يجب وضع عدة أمراض بالحسبان عند مقاربة المريض لأول مرة، وراح نذكر بعضها، إما إصابة العصبون المحرك العلوي أو إصابة العصبون المحرك السفلي. قد تختلط أي مرض يسبب إصابة العصبون المحرك العلوي أو السفلي بالتشخيص مع الوالد العضلي الوخيم، لكن بشكل عام تترافق هذه الإصابات مع علامات مميزة راح هون مذكورة بهالجدول. هاي هلأ عنا إصابات العصبون المحرك العلوي اللي بسموها الأبر موتور نيورون، وعندنا اصابه العصبون المحرك السفلي هي اللور موتور نيورون، اثنيناتهم بترافقوا مع ضعف عضلي. لكن في اصابه العصبون المحرك العلوي شو اكيد بكون درستوها علامات اصابه العصبون المحرك العلوي، بيحصل فيه ضعف عضلي ولكن بيحصل فيه اشتداد بالمقوي العضلي، يعني بكون عند المريض صمل، وايضا بيحصل فيه إصابة العصبون المحرك العلوي بيزداد المنعكسات الوترية، يعني بيحصل عند المريض اشتداد بالمنعكسات الوترية بالإضافة لظهور منعكسات مرضية مثل علامة بابنسكي، أو بيصير المنعكس الأخمصي بالانبساط. هاي علامات إصابة العصبون المحرك العلوي. أما علامات إصابة العصبون المحرك السفلي فبكون عنده المريض ضعف عضلي لكن الشلل بيكون من نوع الرخو. أيضا بعكس الأبر موتور نيورون، إصابة العصبون المحرك السفلي بتؤدي إلى ضعف أو غياب منعكسات وترية، وأيضا من العلامات المميزة لإصابة العصبون المحرك السفلي هي حدوث الضمور العضلي بالإضافة للتقلصات الحزمية. طبعا هاي العلامات اللي ذكرناها سواء بالإصابة العصبون المحرك العلوي ولا إصابة العصبون المحرك السفلي جميعها لا نجدها عند المرضى الوهن العضلي الوخيم، فقط بنلاحظ عندهم هذول المرضى ضعف عضلي.
طبعا قد تترافق الإصابة الحركية عند مرضى العصبون المحرك العلوي أو مرضى العصبون المحرك السفلي مع إصابة حسية، مما ينفي بشكل قاطع تشخيص الوهن العضلي الوخيم. الوهن العضلي الوخيم لا توجد فيه إصابة حسية، ففي حال وجود إصابة حسية فهذا قطعا وهن عضلي وخيم، مثل مثلا المرضى اللي بيكون عندهم، لو فرضنا مثلا مريض صار عنده حادث وعاء دماغي على مستوى الشريان المخي المتوسط، فحدث عنده مثلا شلل حركة بالطرف مثلا الأيمن بالشق الأيمن وترافق أيضا مع خدر ونمل حسي، فهذا المريض يكون قطعا موهن عضلي وخيم، لأنه لا تصاب الأعصاب الحسية بالوهن العضلي الوخيم. مثل ما ذكرنا فقط هو بيصيب العضلات المخططة وال يعني الأعصاب الحركية. التشخيص التفريق الثاني، التصلب الجانبي الضموري. أحد ميزات وأهم ميزة للتصلب الجانبي الضموري أنه تشترك في إصابة عصبون محرك علوي مع عصبون محرك سفلي بنفس الوقت عند نفس المريض، يعني هو المرض تقريبا الوحيد اللي بتشاهد فيه عند المريض إلى علامات عصبون محرك علوي وعلامات عصبون محرك سفلي. يعني بتلاقي عند المريض هذا عنده ضعف عضلي وضمور بالعضلات، وبالإضافة لذلك بتلاقي عنده إصابة بالجملة الهرمية، بتلاقي عنده اشتداد بالمنعكسات الوترية ومنعكسات مرضية مثل علامة بابنسكي. فهذول المرضى بينصاب عندهم، تشترك عندهم إصابة العصبون المحرك العلوي وإصابة العصبون المحرك السفلي. كما قد نجد صعوبة بالبلع نتيجة شلل عضلات البصري. لكن أهم ميزة للتصلب الجانبي الضموري هو اجتماع أو اشتراك إصابة عصبون محرك علوي مع عصبون محرك سفلي بنفس الوقت. عندنا متلازمة تشبه أو تقلد الوهن العضلي الوخيم، وهي اسمها متلازمة لامبرت إيتون، وهي عبارة عن مرض نادر. انتبهوا، مثل ما ذكرنا الوهن العضلي الوخيم بتكون الإصابة أو الآلية الإمراضية الأساسية هي بتكون على مستوى الضاد موجهة ضد مستقبلة الأستيلكولين، انتبهوا، بعد المشبك. أما متلازمة لامبرت إيتون الخلل بيكون فيها على مستوى قنوات الكالسيوم قبل المشبك. هذا ميزته عن الوهن العضلي الوخيم، مثل ما ذكرنا الوهن العضلي الوخيم بيزداد الضعف العضلي بالجهد وبتكرار تنبيه العضلات. أما عند المرضى المصابين متلازمة لامبرت إيتون بيتحسن عندهم الضعف العضلي على الجهد. يمكن أن يصيب جميع العضلات، وايضا احد الميزات انه نادرا ما يصيب عضلات العين الخارجي. هلا متلازمه لامبرت إيتون هي قد تكون تظاهره نظيره ورميه، يعني المريض بيكون عنده ورم بمكان اخر وبيتظاهر تظاهره نظيره ورميه، فبتعطي هالمتلازمه هي. واشهر الامراض اللي الورميه اللي بتؤدي لمتلازمه لامبرت إيتون هو سرطان رئه صغير الخلايا. التفريق بيناتهم بين الوهن العضلي الوخيم وبين متلازمة لامبرت هي بالتنبيه العصب المتكرر. عند مرضى الوهن العضلي الوخيم كما سنرى خلال محاضرتنا، التنبيه المتكرر للعضلات بيؤدي لتناقص سعة كمون العمل. ليش؟ يعني انه بيحصل عندهم تخامد بكمون العمل، يعني بيحصل عندهم ضعف عضلي بسبب التنبيه المتكرر للعضلي. اما مرضى متلازمة لامبرت إيتون ما بتحصل عندهم هالظاهرة، يعني ضعف عضلي او نقص سعة كمون العمل بالتنبيه المتكرر، فهذا اللي بيميزهم عن بعض. هلا كيف بنشخص الوهن العضلي الوخيم؟ عادة ما يكون تشخيص سريريا مع وجود عدة اختبارات تؤكد التشخيص، وهي اختبارات عيارات الأجسام المضادة، يعني عيار الأضداد، والدراسات الفيزيولوجية الكهربائية، والتصوير بالرنين المغناطيسي أو الطبقة المحوري للصدر لجميع المرضى. لازم نشوف إذا في عندهم كتلة منصفية أو ضخامة بالتيموس. الاختبارات المصري أو الأجسام المضادة يؤكد وجود أضداد مستقبلة الأسيلكولين في المصل، التشخيص لكن غيابه لا ينفيها. مثل ما ذكرنا حتى نسبة كبيرة من المرضى اللي بيكون عندهم نمط معمى بيكون عندهم اختبارات مصري سلبي، فوجوده بيؤكد التشخيص لكن غيابه لا ينفي التشخيص، حيث تعتبر هذه الأضداد أكثر حساسية ونادرا ما تكون سلبي. طبعا عيار الأضداد يرتبط بشكل ضعيف مع شدة المرض، ما له علاقة، ما بيرتبط
كثير بشده المرض، يعني اذا كانت مرتفعه لمقادير عاليه فما بالضروره انه يكون المرض شديد. اهم شيء التشخيص الاساسي بيعتمد على الدراسات الفيزيولوجيه الكهربائيه تبلغ حساسيه تحفيز او تنبيه العصب المتكرر، بسموها الريكورانت نيرف ستيموليشن الار ان اس، تصل حساسيه الاختبار التشخيصي من 75 الى 80%، وهو الاختبار الاساسي للتشخيص. يسجل بواسطة إلكترود أو مسرة سطحي يوضع على العضلي، وبتنبيه العضلي المتكرر ترتسم هرمونات العمل المحرض. التنبيه المتكرر للعصب المعصب للعضلي المصاب بالوهن العضلي الوخيم ينقص من سعة هرمون العمل تدريجيا، مما يدل على الضعف العضلي المحرض بالجهد أو بالتعب، وانخفاض سعة هرمون العمل دون 10% يؤكد وجود خلل في النقل العصبي العضلي. هذا هو التنبيه العصب المتكرر. فلاحظوا بالحالي الطبيعي كل تنبيه للعصب بيقابلوا كمون عمل، هذا عند الأشخاص الطبيعيين. أما بالمخطط اللي على اليمين لاحظوا بالتنبيه المتكرر تنقص سعة كمون العمل عبيد خامد يعني، فبالتالي عم تضعف العضلي، فهذا بيقدمنا تشخيص الوهن العضلي الوخيم. هذا اللي حكيت عنه، هذا مشخص للوهن العضلي الوخيم، انه تخامد او نقص سعه كمون العمل بالتنبيه المتكرر للعضلي، هذا بنشوفه عند مرضى الوهن العضلي الوخيم. اما مرضى متلازمه لامبرت ايتون ما بنشاهد هالنمط هذا، فهكذا يتم التمييز بينهم. طبعا غياب كمونات العمل في العضلات الضعيف جدا يستبعد الوهن العضلي الوخيم كمسبب للأعراض. يعني إذا غابت كمونات العمل بشكل كامل، إحنا ما نقول الشيء مشخص إنه هو بتكرار التنبيه تنقص سعة كمونات العمل، لكن لا تغيب نهائيا. ففي حال غياب كمونات العمل هذا يستبعد الوهن العضلي الوخيم. من الاختبارات السريرية التي نجريها لمرضى الوهن العضلي الوخيم وهو اختبار العد، إذ يطلب من المريض العد، فإذا توقف بسرعة فإن ذلك يشير إلى إجهاد عضلات التنفس وخطورة الإصابة. فالمريض تطلب مثلا من يعد من 1 لـ25 أو 1 لـ30، فإذا عد بشكل طبيعي فما بيكون عنده مشكلة. أما إذا توقف أو تباطأ بالعد تدريجيا فهون بدل أنه صار عنده تعب بالعضلات التنفسية، وهون بتكون حالة خطيرة. من الاختبار التشخيصي أيضا تصوير طبقي محوري أو رنين مغناطيسي للصدر، يجب إجراء تصوير شعاعي للصدر مع التركيز على المنصف الأمامي لنفي الورم التيموسي التيموما وكشف تضخم الغدي التيموسي. لكن بشكل عام يبقى التوجه السريري الأساس في التشخيص رغم سلبية الاستقصاء. يعني غالبا يعني سريريا بعد ما تنفي الأمراض الأخرى، فالقصة الوصفية أنه المريض عم بيصير عنده تعب عضلي متكرر خصوصا في ساعات النهار المتأخرة، هي كتير بتوجه نحو الوهن العضلي الوخيم، خصوصا إذا عم بيبدأ أول شيء بإطراق أو ضعف بعضلات العين الخارجية، وبعدها عم يتلوها مثلا ضعف بالمضغ أو بالبلع أو ضعف بالأطراف بعد حدوث الإطراق، فهي كتير قصة بتكون موجهة نحو الوهن العضلي الوخيم. هلا علاج الوهن العضلي الوخيم، يجب أن تكون خطة العلاج متضمنة جميع جوانب المرض مثل درجة الوهن وشدته ونمطه، وذلك لاختيار الدواء الأنسب لعلاج المرض. أساليب علاج الوهن العضلي الوخيم، أول شيء في أنماط علاجية مختلفة، علاج الأعراض وعندنا مثبطات المناعة، وفي أيضا معدلات مناعية سريع التأثير لكنها بتكون قصيرة المفعول، وأهمها هي في صادق البلازما وإعطاء الجلوبينات المناعية حقنا وريدين. وأخيرا في عنا العلاج الجراحي. علاج الأعراض أو المعالجة العرضية، يعود سبب الضعف العضلي إلى ارتباط الأضداد بمستقبلات الأستيل كولين فتخربها ولا تترك مجالا لجزيئات الأستيل كولين للارتباط على مستقبلاتها، ما يؤدي إلى ضعف بالنقل العصبي العضلي. لذلك بهالحالة هي إذا زدنا كمية الأستيل كولين فممكن نحصل على تحسن، لذلك نحتاج إلى زيادة كمية جزيئات الأستيل كولين في المشابك العصبية، ويكون ذلك بإلغاء ف
تعاليك الاستيل وكولين استيراز اللي هي الخميره المسؤوله عن تقويض او استقلاب جزيئات الاستيل كولين. طبعا اعطاء مضادات الكولين استيراز لا يعتبر من يعني فعالا لوحده بعلاج النمط المعمم من الوهضه العضلي الوخي، عادة هو يستخدم بالحالات الخفيفة إلى متوسط الشدة. وأهم المركبات المستعملة هي البيريدو استجمين، هو مركب مضاد للكولين استيراز يستخدم فقط في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لأنه يسيء لوضع المريض في الأيام الأولى للعلاج. عادة نبدأ بجرعة 60 إلى 90 ميلي جرام كل 4 إلى 6 ساعات، ثم تزاد الجرعة في حال عدم استجابة مريض حتى نصل للجرعة العظمى اليومية البالغة 960 ميلي جرام يوميا. طبعا نادرا ما تكون زيادة الجرعة فوق الحد الأعظمي مفيدة، لذلك يجب عدم تجاوز هذه يعني الحد الأقصى لأنه قد يسبب هذه الزيادة آثار جانبية خطيرة ومزعجة جدا هي المتلازمة أو الأزمة الكولينرجية. لازمي الكولينرجي نادرة الحدوث وتنتج عن جرعات عالية من منضبطات الأسيل كولين استيراز مثل أعطاء البيردوستجمين بجرعات تفوق 960 ميلي جرام، فبتأدينا لمجموعة من الأعراض والعلامات تجمعها كلمة سلج الأزمي الكولينرجي حتى تحفظها بزاد كل شيء. هلا هي شرطة بسيطة الساليفيشن الألعاب اللاكريميشن الدماء اليورينيشن زيادة التبول الديفيكيشن بيحصل عند المريض إسهال أو أيضا بيحصل عنده غاستريك أبسيت يعني معص أو اضطراب بالجهاز الهضمي العلوي وأيضا إقياء إيميسيز. فالأزمة الكولونجي بيحصل فيها زيادة بكل المفرزات العاب ودماع وبوال وإسهال وإقياء إضافة إلى غاستريك أبسيت يعني معص أو ألم بالشرس. تشخيص وعلاج الأزمة الكولينرجية نتوجه لتشخيصها بعد جرعة كبيرة من مضادات الأسيل كولين استيراز تزيد عن الحد الأعلى المسموح فيه 960 ميلي جرام. نتأكد من التشخيص بتخطيط العضلات فلا نشاهد مظاهر إجهاد عضلي وتعود هون بهالحالة هي العضلي للوضع الطبيعي. نكتفي أحيانا فقط بتخفيض الجرعة ولكن في الحالات الشديدة ممكن إعطاء الأتروبين لإنقاذ المريض. تعالج بمضادات الكولين الفموية التي تملك تأثيرات دنيا على المستقبلات النيكوتينية يعني ما بتزيد ضعف العضلة مثل الجليكو بيرولات والهيو سيامين. طبعا هاي الأزمة الكولينرجية قد تختلط مع أزمة أخرى نسميها الميستينيا كرايسيس ويجب تفريقهما عن بعضهما. بنهاية المحاضرة نعطيكم تفريق بيناتهم. مثبطات المناعة المستخدمة في علاج الوهن العضلي الوخيم بيحتاج العديد من المرضى الذين يعانون من النمط المعمم إلى إضافة عامل مثبط للمناعة وخاصة المرضى الذين لم يستجيبوا بشكل كامل على مركبات البيريدو استجمين سواء إذا استمرت لديهم الشكوى من أعراض واضحة على الرغم من استخدامه أو عودة الأعراض الظهور مرة أخرى بعد استجابة مؤقتة عليه. أفضل الأدوية المثبطة للمناعة غير السيرويدية المستخدمين انتبهوا هو يفضل المركبات الغير السيرويدية مثل الأزاتوبرين والميكوفينولات موفيتيل وهي تعتبر الخط العلاجي الأول من الأدوية المثبطة للمناعة تقوم بعملها وتحتاج إلى فترة من الزمن قد تصل إلى 1-3 أشهر حتى تعطي يعني نتائج. إذا ما نفعت أدوية الخط الأول نلجأ لأدوية الخط الثاني مثل السيكلوسبورين والتاكروليماس والميتوتريكزا. يمكن أيضا استخدام السيرويدات القشرية لخفض الاستجابة المناعية وأكثر استخداما هو البريدنيزون. البريدنيزون عادة نبدأ بجرعة 20 ميلي جرام يوميا ثم تزاد تدريجيا. عندما نلاحظ استجابة المريض بالجرعات الدنيا فليس هناك داعي لزيادة جرعة، وبعد فترة من الاستقرار وغياب الأعراض بعد شهر مثلا تقريبا نبدأ بخفض الجرعة تدريجي. نستطيع استبدال البريدنيزون بمثبطات مناعة غير السيرويدية اللي ذكرناها سابقا
بعد التأكد من إمكانية هي الأدوية السيطرة الكاملة على الأعراض. لا يمكن إعطاء كل من الكورتيزونات ومضادات الأسيتيلكولين استيراز في الحالات الشديدة، وذلك لأنها تسيء لحالة المرض أو حالة المريض في الأيام الأولى. طبعا لا يستجيب معظم المرضى الذين يمتلكون الضاد المصل سبيسيفيك كيناز بشكل جيد على مضادات الأسيتيلكولين استيراز، وقد أظهر دواء موريفوكسيماب، هون في خطأ بالكتابة، اسمه الريتوكسيماب، كعلاج مفضل عند هؤلاء المرضى. هذا الريتوكسيماب هو من الأضداد الوحيد النسيجي بسموها المونوكلونال أنتيبادي، وهو موجه بشكل أساسي بسموه أنتي سي دي 20، يمكن استخدامه في علاج المرضى اللي عندهم هالأضداد هاي. وأيضا في مركب ثاني من الأضداد الوحيد النسيجي هو الإيكولي زوماب، دواء حديث أعطى فعالية جيدة في علاج الحالات الصعبة المعندة على العلاج. فقط أنتم ممكن تحفظوا الأسماء، الريتوكسيناب هو أنتي سي دي 20، والإيكولي زوماب هو عبارة عن الضاد وحيد النسيلي موجهة ضد البروتين سي 50 من البروتينات المتممة. عندنا المعدلات المناعية سريعة سريعة التأثير لكن قصير الأمد التأثير، تستخدم في الحالات الشديدة التي يصل فيها المريض لإصابة العضلات التنفسية ولا يكون أمامنا سوى خطين علاجيين لا غنى عنهما في حال إصابة عضلات تنفسية والتهديد بالتثبيط التنفسي أو بالقصور التنفسي في ما قدمنا غير في صادي البلازما والجلوبينات، أعطاء الجلوبينات المناعية حقا وريدي. تستخدم بشكل أساسي في الحالات التالية: في حال التفاقم الحاد للوهن العضلي الوخيم بما فيها أزمة الوهن العضلي الوخيم أو الميستينيا كرايسيز قبل الجراحة، خاصة قبل استئصال تيموس وقبل العمليات الجراحية الأخرى، وأيضا ممكن استخدام فصادة البلازما أو حقن الجلوبينات المناعية وريديا كجسر للعلاجات المثبطة للمناعة. طبعا فصادة البلازما هي عبارة عن أخذ البلازما تبع المريض، لأنها بتحوي على كمية كبيرة من الأضداد، بفصادة البلازما ممكن تخلص المريض من هاي الأضداد، فبالتالي بتحسن الأعراض السريرية عنده. العلاج الجراحي: يلعب استئصال الغدي التيموسي دورا فعالا في علاج الوهن العضلي الوخيم، إذ تبلغ نسبة المرضى الذين يترافق عندهم المرض مع ورم تيموسي أو تيموما 10-15% من جميع هؤلاء المرضى، وتعد هذه الحالة استطبابا مطلقا لاستئصال التيموس. ومثل ما ذكرنا ايضا تقريبا نسبه 50-60% من المرضى اللي مصابين بالوهن العضلي الوخيم المعمم حتى لو ما كان عندهم ورم بالتيموس بيكون عندهم فرط تصنع بغده التيموس، ايضا هؤلاء المرضى يستفيدون من استئصال التيموس. لكن لا يشكل النمط العيني غالبا استطباب للجراحه، وذلك لعدم اشتماله على الضاد في كثير من الحالات. مثل ما ذكرنا النمط العيني تقريبا 50-65% من الحالات بتكون سلبية الضاد المصل. تدخل عوامل عدة في تحديد الاستطباب الجراحي لوهن العضلي الوخيم بدون ورم تيموسي، وهي إيجابية الضاد الأسيتيلكولين ونمط الوهن العضلي الوخيم وعمر المريض. هلأ بكفيكم أنتوا ما توجعوا رأسكم، ما بكفيكم بس تعرفوا أنه استئصال التيموس خصوصا في حال وجود ورم بالتيموس تيموما أو فرط تنسج بالتيموس هو أحد الأساليب العلاجية للوهن العضلي الوخيم. هلأ رح ندرس هجمة الوهن العضلي الوخيم الميستينيا كرايسيز، وهي بتكون أحيانا التظاهرة الأولى للمرض بنسبة 20% من مرضى الوهن العضلي الوخيم. أحيانا قد تكون هي التظاهرة الأولى بنسبة مليحة من الحالات تقريبا 15-20% من الحالات، وهي عبارة عن حالة مهددة للحياة تعرف بأنها تفاقم للضعف العضلي في كامل الجسم، وأكثرها أهمية هو ضعف العضلات التنفسية، يعني عضلات الحجاب الحاجز والعضلات الوربية والعضلات البصلية، عضلات البلعوم والحنجرة، مما يهدد بانسداد الطريق التنفسي وتوقف التنفس. في كثير من الحالات نحتاج للتدخل عبر عدة وسائل للحفاظ على التنفس ضمن الحدود الطبيعية، ك
كالتنبيه بالرغمة أو طرق التهوية غير الغازي. يجب إعادة تقييم المريض كل 2 إلى 4 ساعات لانتقاء المرضى الذين يتطلبون دعما تنفسيا، مثل ما يحدث عند انخفاض سعة الحيوية للمريض دون 15 إلى 20 ملل على الكيلوغرام، ويتم ذلك في أغلب الحالات سريريا من خلال تقييم عدد مرات التنفس. يعني المريض بيكون عنده زلي تنفسي فبتشوف عدد الحركات التنفسي، وأيضا استخدام العضلات التنفسي المساعدي ونقص إشباع الأكسجين. وقد نلجأ في بعض الحالات لاختبارات وظائف الرئة، وذلك للتفريق بين مريض الشعبي، يعني المريض اللي بيكون تحسن تحطه بالجناح وما بيتطلب دعم تنفسه، وبين المرضى اللي بيحتاجوا دعم تنفسه وبالتالي يستدعى دخول للعناية المشد. محرضات هي الهجمة، قد تحدث هجمة الوهن العضلي الوخيم عفويا أو قد تتحرض بعدة عوامل، وأهمها الإنتانات والحمل والولادة وأثناء تخفيض جرعة مثبطات المناعة أو أثناء الخضوع لعمل جراحي وأيضا بعض الأدوية. من الأدوية التي قد تحرض هجمة الوهن العضلي الوخيم مركبات الأزيتروميسين وحصيرات بيتا والأمينو جليكوزيدات. طبعا عند تشخيص مريض بالوهن العضلي الوخيم يجب أن يعطى وصفي تحوي أهم الأدوية التي يجب تجنبها مع اسم ورقم الطبيب للتواصل معه قبل تناول أي أدوية أخرى. علاج أزمة الوهن العضلي الوخيم يجب البدء سريعا بفصادة البلازما وإعطاء الجلوبولينات المناعية وريديا، إيقاف الأدوية المضادة للأستيل كولين استيراز مثل مركبات البيريدوستجنين، وإعطاء كورتيزونات فموية بجرعة متوسطة إلى كبيرة، يعني يعطى البرنيزولون بجرعة 60 إلى 80 ميلي جرام يوميا، ويمكن إعطاء مركبات السيكلوسبورين والميكوفينولات والأزاتيوبيرين في حال كان هناك مضاد استطباب لاستخدام الكورتيزون أو أن مركبات السيرويدات لم تكن كافية لوحدها لعلاج المريض. طبعا ذكرنا أكثر من مرة أنه لا نستخدم الكورتيزونات في الحالات الشديدة من الوهن العضلي الوخيم. ليش بهذه الحالة ممكن استخدامها؟ نص استخدامه بالحالات الشديدة فقط من مرضى العناية المشددة، حيث يكون المريض غالبا يكون منبب وبدأنا بتطبيق إجراءات سابقة مثل فصادة البلازما أو إعطاء الجلوبولينات مناعية وريدية. هلأ كيف مثل ما ذكرنا في الأزمة الكورونجي في الأزمة أزمة الوهن العضلي الوخيم كم من فرق بيناتهم؟ يعتمد التفريق بينهما على العلامات والاختبارات السريرية إضافة للأعراض، وأيضا في اختبار ممكن التفريق بيناتهم. يمكن حقن جرعات صغيرة من مضاد الأستيل كولين استيراز اللي اسمه الإيدروفونيوم، فتزداد أعراض الأزمة الكورونجي سوء. ليش؟ هذا مضاد للأستيل كولين استيراز، فإذا عطيته بده يرتفع مستوى الأستيل كولين بالمشبك العصبي وبالتالي تزداد أعراض الأزمة الكورونجي سوءا. بينما عند مرضى الأزمة الوهنية لما نرفع مستوى الأستيل كولين تحسن الأعراض، وهذا الاختبار يساعدنا بالتفريق بيناتهم، ويستخدم هذا الاختبار حصرا بوجود وسائل تأمين التهوية. هلا جدول بسيط للمقارنة بيناتهم، انه الميستينيا كرايسيس عادة تترافق مع ميدرياسيس، توسع بالحدقة والاطراق وتسرع بالقلب والشحوب. اما الأزمة الكولوجي فغالبا بكون فيها تقبض بالحدقة وبطء بالقلب، وبكون زيادة بالمفرزات القصبية، وايضا في تقلصات حزمية، والجلد أهم شغلي أهم العلامات بالأزمة الكولونجية إنه الجلد بكون بلون بكون رطب ومن ومحمر، فبتلاقي مثل بسموها الدجاجة المسلوخة. هاي الأزمة الكولونجية بكون الجلد أحمر ورطب أو حار. ولهون بكون انتهت محاضرتنا، وبكون انتهت معنا محاضرات أمراض العصبية. أرجو أن أكون قد وفق بإعطاكم يعني ما استطعت، وإذا في حدا عنده سؤال يتفضل. الله يعطيك العافية دكتور الزكتير، ما استطعت الله يسلمكم.
عندكم مادة عصبية انتم ب 14 شهر ما هيك؟ اي دكتور. بسيطة ان شاء الله، انا ما اخبره النساء بس ما في مشكلة ان شاء الله. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام.